بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يحيى مصطفى غانم، أستاذ الأمراض البطنة، وحدة السكر، كلية الطب جامعة اسكندرية. كل سنة وانتم طيبين. حقيقة أنا جاي النهاردة عشان في أسئلة كتيرة زملاء وأصدقائي المصاحبين لمرض السكر، لكن أهمهم سؤال أنا جاي: هعمل إيه في العيد؟ قلت له هتعمل إيه في إيه؟ قال لي: والله يا دكتور أنا بحب أكل فتة، بحب أكل لحمة، بحب أكل عصبان. قلت له: والله الحكاية سهلة. قال لي: يعني ايه؟ قلت له: لو عايز تاكل فتة تاخد 4 معالق بس، تقول لأهل بيتك انه يزود العيش عن الرز. قال لي: طب ولو كلت شوية زيادة عن كده؟ قلت له: والله لو كلت شوية زيادة عن كده يعني تشرب مية وتنزل تمشي لك نص ساعة. طب واللحمة يا دكتور؟ اللحمة في حاجتين: لو انت عندك سكر ومعاك دهون او معاك نقرس، خلي بالك خد حتة صغيرة سنة، حتة حمرة مشوية او مسلوقة. طب يا دكتور انا ما عنديش دهون وما عنديش سكر، اقدر اخد حته والحته دي مشويه او مسلوقه تكون حمراء؟ بس الجماعه بتوع النوع الاول اللي هم بياخدوا انسولين، لو سكري مرتفع لازم اخلي بالي، لان ممكن اللحمه اللي فيها شويه دهون تتحول لاسيتون. يعني ايه؟ اقدر كل يوم اخد حته قد كف ايدي مشويه او مسلوقه، واشرب ميه كويس، وانزل اتمشى. طب يا دكتور انا بحب اكل عصبان، مش العصبان ده البتاع اللي فيه رز؟ يعني لو خدت 2 كاني خدت معلقتين رز. طب يا دكتور انا بحب اكل كبده، مش هاكل كل ده مره واحده، يعني النهارده مثلا في الفطار مع اهلي خدت حته كبده مشويه كمونيه، لكن بلاش محمره يعني، وحتتين 3 مش اكتر من كده. طب دكتور يعني تنصحني بايه عامه؟ انصحك بالمهم كمان ان انت لازم تعمل حاجه اللي بيسموها مراقبه ذاتيه، ان انت تحدد سكرك قبل الاكل وبعده عشان تشوف اذا كان في زياده ولا لا، خصوصا النوع الاول لانه ممكن يزيد قوي وممكن يحصل اسيتون. انصحك تشرب ميه كتير، انصحك ان انت تتحرك، بس لازم وانا بتحرك افكر ان انا يكون مسافه بيني وبين اي حد، اللي هم بيسموها السوشيال ديستانس. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد.